بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. اليوم عندنا وصفة خفيفة ظريفة، عندنا لاموس وشوكولا. ماشي كيما مالفين تشوفوها اليوم، انا بدلت فيها باسكو انا ما نحبش ريحة البيض في لاموس. نبداو على بركة الله. عندنا كريم فريش، هذه هي احسن كريمة للخدمة. عندنا شوكولا تارتيني، هذا اختياري، الماركة اللي حبيتوها تقدروا ديروها. وعندنا شوكولا تاع زمان اللي مالفين ناكلوها، وشنو تكون شوكولا نواغ، قرصه لافاني وقرصه ملح. نبداو في لي زيتاب كيفاش نخدمو. نبداو بالشوكولا هي الاولى، ندير بطاطا الشوكولا تاعي وبان ماري، ونزيد لها زوج مغارف تاع شوكولا اتارتيني. يجونا واحد المية وستين حتى 200 غرام هكذا. نحطهم وبان ماري يدوبو ونطلعو لا كريم فريش ديالنا. ندير لا كريم فريش ديالي، هي العلبة هذه فيها 500 غرام، انا ندير النصف تاعها يولي 250. كانت عندي وحدة قديمة بديت بها ونكمل بالجديد. بسم الله. هاي ليك، نضربها نطلعها مليح بالباتور ونوريها لكم كيفاش طلعت. هاي ليك شوفوا، علاش قلت لكم هاد الكريمه، هاد لا مارك مليحه، تطلع تمتم، ما تعيك ما تعبك في الخدمه. اللي جاتها هذه غاليه و سي فري الي شير، هذاك الساع واش دير؟ دير كريم ليكيد عادي ودير لها نص كاس تاع لا شونتي اون بودر، تقدر ديرها تطلع لها فاسيلمون. ندير لها شويه تاع لافاني وندير فوق هذيك الشوكولا اللي يدوب، ندير لها قرصه تاع الملح. تقولوا كيفاش حاجه حلوه تجي فيها قرصه تاع الملح، وي السر كامله في هذيك القرصه تاع الملح. هاي الشوكولا تاعنا دابت قرصه الملح ليك، خليها شعل النار شاعله. قلت لكم شحال نختار شوكولا كي تذوبوها لازم تذوبوها وبان ماري، طفيو النار ودخلوها فوق النار. شوفوا كيفاش دابت لي، مندخلهاش على مره، ندخلها على ثلاث خطرات غير بالعقل. هاي ليك لا بروميير فوا دخلتها بالباتور، هاي ليك، والباقي دوقا ندخلو كامل بلا سباتول، ما نضيع والو منها. نوريكم كيفاش ندخلو الفاسون كيفاش نخدمو. كي ندير الشوكولا تاعي ماهيش سخونه، انا قلت لكم ماهيش سخونه، دايبه بصح ماهيش سخونه، باش ما تهبط لكمش لاموس لازم ما ديروهاش سخونه. نوريكم كيفاش ندخلو الطريقة، هاك هاك هكذا، نقلب بالعقل. لي يحبها بلو فونسي كسا يقدر يزيد يدير لها كاكاو، أنا نحب حاجة ناتشورال منحبش نكتر بزاف. هايليك شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله، تبرد ونفاصونيها في لي فيرين تاعها، ونوريكم كيفاش طريقه الديكور. هاي ليك درتها في لابوشا دوي، نديرها لداخل هكذا، ندير لا مواتي، ندير لها مغرفه تاع
تاع شوكولا تارتيني هذا ديكور هاي يولي لكم اختياريه ديرها في الوسط هكذا ماشي دائما واحد يفشش ولادو نزيد نكمل ندير لها لا سويت ديكوريها سوريز لا فريز ما ديكوريوهاش كيما حبيتو هذا لو غاتو اللي سموه اوريو انا ما شيت اوريو غالي بزاف هكذا ها سامبل ديكور نقول لكم بصحتكم صدقوني بنا لا تقاوم جربوها وان شاء الله الى الملتقى السلام عليكم